ليش يا باشا؟ هو لبس موضوع تفجير القنبلة ده لمين؟ أكيد للواد محمود بتاع رشيد، مع إنه شافه من كام يوم، بس بينهم عداوة سنين، سبحان الله. ها يا باشا، هتعملوا فيه إيه؟ شكلنا مش هنعرف ناخد منه لا حق ولا باطل يا باشا. مين قال لك كده؟ على العكس، إحنا خدنا منه كل اللي إحنا عايزينه من غير ما ناخد منه أي حاجة أساساً. ده مواطن زي العسل، لقطة، أي ظابط يتمناه. ده ناس الرجالة كل اللي درسوه في علم النفس وخرجهم عن شعورهم. نفسي يا باشا أعرف حكايته إيه لحسن يكون وراه مصيبة تانية ولا حاجة. حكايته دي بقى سيبه يحكيها للزمان، إحنا لينا شغلنا يخلص، وده هيبقى عمود رئيسي من شغلنا كله يخلص على أكمل وجه. قولي يا خالتي. وعليكم السلام. ماله في ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. والفطر ده بايه؟ هيكون بايه؟ نفسك تاكل تعالى كل. يا راحت فين البت دي؟ في الحمام طبعا. والله ما انا ساكت لك يا فتحاني ومجرصاني في وسط الناس. ده انا لما عيد ما سالتيش عني، انما لما ام حبيب القلب وقعت جريتي واشتغلتي خدامه تحت رجليها وانا اخر من يعلم. واعرف من الفطاطر انك طلبت لها فطيره بالصدوق بحالها بتاكلها بفلوس يا بنت الابلسه. ايه في ايه؟ مالك يا راجل؟ عيب تقول كده، ده انت ابو الكرم كله. الله، وبعدين بيتك ما راحتش عشان حاجه، اخته اللي طلبتها في الخدمه دي. يعني انت كنت تعرفي وخبيت عليا؟ انا لا يا اخويا تعدمني، ما كنتش اعرف والله، انا عرفت منها لما جت بس. وبعدين لو عايز فطير اطلب لك فطير. بالصدق. حاضر. بالصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صدى البلد. النهاردة وبدون أي مقدمات بننفرد بمفاجأة من العيار الثقيل. إحنا حصلنا عليها من خلال مصادرنا الخاصة. المفاجأة دي بتخص قضية رأي عام هزت كل بيت في مصر وأثرت على نسيج الوحدة الوطنية في بلدنا الحبيبة. طبعاً أنا بتكلم عن قضية التفجير الأخير الذي وقع في إحدى كنائس الإسكندرية أول أمس، والذي أدمى القلوب، خاصة أنه جاء بعد تفجير كنيسة القديسين، والذي أثار تساؤلات حول قدرة الأجهزة الأمنية للتصدي للعمليات الإرهابية. يمكن حضراتكم تابعتوا الكلام اللي اتكتب في الصحف المعارضة والمستقلة وشن هجوم حاد على وزارة الداخلية، وأنا قلت لحضراتكم امبارح غريبة إننا ما نلاقيش أي رد من وزارة الداخلية وكأننا بنكلم نفسنا، لكن من الواضح أن وزارة الداخلية كانت بتحضر للناس رد قوي جدا. هي لحد دلوقتي ما أعلنتوش رسميا، لكن إحنا حصلنا عليه من خلال مصادرنا الخاصة اللي عودناكم عليها دايما إنها بتوفينا بانفرادات حصرية اكسكلوسيف لينا. طيب يمكن الكلام ده هيعلن بشكل رسمي بكرة الصبح على حسب معلوماتنا. اكتفي بهذا القدر من التشويق والإثارة عشان حضراتكم ما تزهقوش، بس لما تسمعوا الكلام اللي هقوله هتدركوا اني ما كنتش ببالغ في المقدمة لما طولت فيها. طيب أعزائي المشاهدين، يبدو أن وزارة الداخلية قد تمكنت من القبض على خلية إرهابية قامت بتنفيذ تفجير كنيسة الإسكندرية الأخير، ولا نعرف
إذا كان لها علاقة بتفجير كنيسة القديسين أم لا. حضراتكم تذكرون أن مصادر أمنية قد قالت لنا أول أمس أنها وزارة الداخلية ربما تعلن عن مفاجأة كبيرة في احتفالات عيد الشرطة الأسبوع القادم، ولكن لا ندري هل ما سنقوله الآن ونعرضه على حضراتكم هو هذه المفاجأة أم أن هناك أموراً أخرى سوف نفاجأ بها يومها. لننتظر ونرى ونركز على ما لدينا من معلومات. المعلومات التي لدينا تقول إن الخلايا الإرهابية نفذت التفجير، اللي نفذت التفجير يطلق عليها كاسم كودي خلية الصنايعية، لأنها مكونة من عدد من الصنايعية أو الفنيين، كل واحد منهم متخصص في مجال ما. يعني مثلا من أنشط عناصرها والمخطط الرئيسي لها مهندس ميكانيكي من أبناء مدينة رشيد اسمه محمود عبد الناصر، واللي هنشوف صورته على الشاشة دلوقتي، كان قد تم اتهامه قبل أسبوعين بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية في أثناء زيارته لمدينة رشيد. طيب هنا تأتي المفاجأة، وهي أن أخوه الذي يدرس، أخو المتهم الذي يدرس في جامعة الإسكندرية واسمه أحمد عبد الناصر، هو المتهم الثاني في القضية، وقد تم ضبط وثائق تكشف قيامه بتجميع أوراق لتصنيع المتفجرات بالتعاون مع أخيه المهندس الميكانيكي البارع في مجاله، وقد ساعد في ذلك ثلاثة أشخاص آخرون، أولهم يعمل ميكانيكي واسمه عاصم عبد القوي المنشاوي من كفر الزيات، والذي لقى مصرعه بعد أن تبادل النار مع أجهزة الأمن عند إلقاء القبض عليه في وكر الخلية الإرهابية في الإسكندرية. وقد تمت إحالة ملفه بالأمس إلى الطبيب الشرعي، وكما قال المصدر لنا، المفاجأة إن بصماته وجدت في موقع تفجير الكنيسة، وقد أدلى عدد من الشهود بأنه الذي قاد السيارة اللي انفجرت في موقع الكنيسة. طبعا السيارة والمتفجرات اللي فيها تم تحضيرها في ورشة كان يعمل الجميع فيها، وقد أفاد صاحب الورشة بشهادته أن هؤلاء كانوا يتأخرون في العمل، أو كان لم يشك في سبب تأخرهم في العمل، كان فاكرهم حريصين على إجادة العمل. هناك أيضا متهم من إحدى محافظات الصعيد، وكان قد وصف بأنه مجهول الهوية ويرفض التعاون مع أجهزة الأمن لتحديد هويته، وما إذا كان عائدا من أفغانستان أو من دولة أخرى، وهل هو متورط في قضية أخرى أم لا. طبعا إحنا مش هنعرض صورته على حضراتكم دلوقتي حرصا منا على سرية التحقيقات، لكن ما علمناه أن تورطه ثابت في هذه القضية وباعترافه. أما المتهم الثالث، بمعنى أصح المتهم الخامس لو حطينا أو هنحط الأخوين على رأس القائمة، هذا المتهم علمنا أنه أدلى بشهادة تفصيلية بالصوت والصورة حول دوره في الخلية الإرهابية، مبدئاً استعداده للتعاون مع أجهزة الأمن. سنعرض لحضراتكم الآن مقطع حصري حصلنا عليه من شهادته التي تم تصويرها وتسربت إلينا. تصنيع المتفجرات حصل من خلال المنشورات اللي كان أحمد أخو محمود عبد الناصر بينزلها من على شبكة الإنترنت، وعملنا محاولات كتير قوي، ولما كنا بنفشل كان محمود عبد الناصر كان بيشجعنا ويحمسنا ويقول لنا إن اللي إحنا بنعمله ده مش عشان خاطر مصلحة حد فينا، عشان خاطر مصلحة مصر. ليه يا ابني لازم تتخلص من سيادة الرئيس محمد حسني مبارك؟ ليه اسمعين كده؟ كان بيجي لنا تمويل من الخارج زمان، بس في الأوقات الأخيرة دي والله العظيم كانت صعبة أوي، عشان كده اتجهنا إلى الوسائل شبه البدائية في تصنيع القنابل البدائية المحلية، واللي شجعنا كذاب والله العظيم كذاب إنها اتفجرت بقنبلة شبه بدائية محلية اللي هي بيبقى جواها المسامير دي، وده اللي خلى أجهزة الأمن والحكومة يعني لم تعثر على الجناة الحقيقيين،
واللي شجعنا ورسم لنا الخطة هو المهندس محمود عبد الناصر بعد ما كان أخوه بيراقب الكنيسة لفترات طويلة، ودي شهادتي والله على ما أقول شهيد. أحسنت، صلح الغلطة اللي في المونتاج وبعت لي الشريطة.